إلى ذلك ولإلقاء المزيد من الأضواء حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة من حائل المحلل السياسي والخبير الاستراتيجي الدكتور مشعل العلي. دكتور، بداية نرحب بك وحبذا لو تطلعنا برأيك، لماذا تتعمد قطر في وصف مطالب الدول الداعية لمكافحة الإرهاب بأنها غير واقعية وغير قانونية وبأنها غير قابلة أساسا للتطبيق، مع العلم بأن هذه المطالب يعني تتوافق مع كافة المواثيق الدولية؟ بسم الله، صلى الله وسلم على رسول الله. أشكركم للاتفاق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أخي الكريم، الحقيقة أن الوضع في الخليج العربي لا يحتمل الكثير من المزايدات، والحق الكلام الذي سيفضي في الأخير إلى لف دوائر الاتهام الحقيقة الواضحة البينة ضد دولة قطر ولأفعالها السابقة ولأفعالها المستمرة. هي الآن تثبت أن لها يدا في كثير من الأشياء التي تتهم به، وإلا هذه المطالب هي مطالب دولية ومطالب حقيقية من الدول جميعا التي تعترف وتحترم المواثيق والعهود الدولية. محاربة الإرهاب هذه الحقيقة قضية مسلمة فيها من جميع الدول غربية وغير غربية. محاربة الإرهاب يجب أن تكون واضحة، وتجفيف منابع الإرهاب يجب أن تكون، وما دام أن هناك فيه دعوم للإرهاب من أي نوع من أنواع الدعوم، سواء تحريضية أو مادية أو مشاركة فعلية، هي الحق يجب على الدولة التي فعلت ووقعت في مثل هذا الخطأ أو هذا الجرم، الحق اعتبره جرما، يجب عليها أن تتوقف بدء وأن يكون المحاسبة والمكاشفة واضحة وبينة. وكان هذا الاجتماع للدول الأربع الحقيقة المقاطعة لهذا الألم والأذى الذي سيعم المنطقة جميعا، هو الحق يجب على دولة قطر وجوبا لا اختيارا أن يكون أو انصياعها لمثل هذه المطالب بعقل وتأني وبعد عن المزايدات التي الحقيقة لا تكون إلا ضد قطر، لأنه ما دام هذا الحقيقة عدم المبالاة في مسألة موافقة على كثير من هذه القضايا الأساسية، لأنهم ركزوها وبينوها أن المسألة هي محاربة إرهاب، وأن المسألة يجب أن يكون للدوحة رأيا صريحا وفعلا وواقعيا من الواقع. طيب دكتور، الآن وزير الخارجية السعودي معالي عادل الجبير أكد بأن هناك تشاور حول الإجراءات التي سيتم اتخاذها ضد قطر خلال الفترة القادمة. دكتور، من تحليلك ما هي هذه الإجراءات التي من الممكن أن تتخذ ضد الدوحة؟ بتصوري أن هذه القضية الحق التي رأيناها خلال الشهر الذي عدى من المقاطعة أظهرت ألما واضحا في كثير من القضايا التي انتهجتها قطر ضد دول المنطقة وضد السلم العالمي أجمع، أن هناك الحق توافق قوي جدا من الدول في مسألة الإدانة ومسألة الاتهام واضحة. يجب الحقيقة في مثل هذا الأمر حتى لا يتخذوا طرقا أخرى للضغط الزائد على قطر التي لربما أن يكون فيها انهيار قوي جدا في المنظومة السياسية ومنظومة دولة قطر نفسها، كذلك بالنسبة للخليج العربي. نحن الشعب القطري هو جزء من الشعوب الخليج العربي الحق، لا ينفك عنها لا أصلا ولا مجتمعا، ولكن يجب أن يكون هناك سياسة واعية لما سيكون إليه الأمر، أن هناك الحق ضغوط ستكون على كثير من الدول للتعامل مع قطر لأنها هي في دائرة الاتهام، وسيكون هذه الضغوط لها أثر على حتى العلاقات الدولية بالنسبة لدولة قطر. إذن من حائل المحلل السياسي والخبير الاستراتيجي الدكتور مشعل آل علي، شكرا جزيلا لك.